السلام عليكم، مرحبا بكم في رحاب مدرسة نات للتعليم عمود. اليوم إن شاء الله سوف نقدم لكم فيديو في مادة الرياضيات. هذا الفيديو سوف يتناول موضوع الأعداد المركبة باللغة الفرنسية لي نومبر كومبلكس، والذي نرمز لها برمز سي، حيث سي الحرف الأول من كلمة كومبلكس. ما يجب أن يعرفه التلميذ في مجموعة الأعداد المركبة؟ أولا، الشكل الجبري للعدد المركب زاد. الشكل الجبري للعدد المركب زاد زاد يساوي x زائد y، حيث x2 يساوي ناقص 1، حيث العدد x يمثل الجزء الحقيقي للعدد المركب زاد، ونرمز له بالرمز ريال زاد يساوي إلى X. أما العدد Y يمثل الجزء التخيلي للعدد المركب زاد، ونرمز له بالرمز إيماجينا زاد يساوي Y. وللفهم أكثر نأخذ المثال التالي: زاد يساوي إلى 2 زائد 3 A. إذن الجزء الحقيقي للعدد المركب زاد ريال زاد يساوي 2، أما الجزء التخيلي للعدد المركب زاد إيماجينا زاد يساوي إلى 3. هناك حالات خاصة: إذا كان الجزء التخيلي للعدد المركب زاد أي Y يساوي 0، فنقول أن العدد زاد هو عدد حقيقي. مثال: زاد يساوي ناقص 2. في هذا المثال الجزء التخيلي Y يساوي 0، إذن العدد زاد في هذه الحالة هو عدد مركب حقيقي، أي ريال زاد يساوي ناقص 2 وإيماجينا زاد يساوي إلى 0. الحالة الثانية: إذا كان X يساوي 0 أي الجزء الحقيقي معدوم، نقول في هذه الحالة أن العدد المركب زاد تخيلي صرف أو تخيلي بحث. وللفهم أكثر نأخذ المثال التالي: زاد يساوي ناقص 3 اي. في هذه الحالة الجزء الحقيقي x معدوم، أما الجزء التخيلي يساوي إلى ناقص 3، أي الحقيقي زاد ريال زاد يساوي 0، أما إيماجينا زاد يساوي إلى ناقص 3. النقطة الثانية: مرافق عدد مركب. إذا كان زاد يساوي إلى x زائد y، فإن زد بار أي مرافق زاد يساوي X ناقص Y، أي الجزء الحقيقي يبقى على حاله، أما الجزء التخيلي فتتغير إشارته، إذا كانت زائد تصبح ناقص والعكس، أما إذا كان ناقص تصبح زائد. وللفهم أكثر نأخذ الأمثلة التالية، حيث هنا زد بار يرمز لمرافق زاد بزد بار. أمثلة فيما يخص مرافق عدد مركب: إذا كان لدينا العدد زد واحد يساوي إلى 4 زائد 3 إي، فإن زد واحد بار يساوي إلى 4 ناقص 3 إي، أي الجزء الحقيقي يبقى على حاله، أما الجزء التخيلي فتتغير إشارته وتصبح ناقص. فيما يخص العدد المركب زد 2، زد 2 يساوي إلى 2 ناقص 2 إي، إذن زد 2 بار أي مرافق زد 2 يساوي إلى 2 زائد 2 إي، أي الحقيقي يبقى على حاله، أما التخيلي فيتغير، هنا كان ناقص وأصبح زائد. المثال رقم 3 أي العدد زد 3 يساوي ناقص 1 ناقص 3 إي، فإن زد 3 مرافق أي مرافق زد 3 يساوي إلى ناقص 1 زائد 3 إي، أي الجزء الحقيقي بقي على نفسه، أما الجزء التخيلي تغيرت إشارته أصبحت زائد 3 إي. ملاحظة: إذا كان العدد زاد حقيقي أي الجزء التخيلي يكون معدوم، فإن مرافق زاد هو نفسه العدد المركب زاد، أي وللفهم أكثر نأخذ المثال التالي: إذا كان زاد يساوي ناقص 3، فإن مرافق زاد أي زاد بار يساوي إلى ناقص 3 ويساوي إلى زاد، إذن إذا كان العدد زاد حقيقي فإن مرافق زاد يساوي نفسه العدد زاد. أما إذا كان العدد زاد تخيلي صرف
أي الجزء الحقيقي يكون معدوم، فإن في هذه الحالة زد بار يساوي إلى ناقص زد. وللفهم أكثر نأخذ المثال التالي: إذا كان الزد يساوي إلى 4i، أي تخيل صرف بحث الحقيقي معدوم، فإن مرافق زد زد بار يساوي إلى ناقص 4i. تغيرت إشارة هنا، كانت زائد فأصبحت ناقص 4i، أي ناقص زد. إذن عندما يكون العدد زد تخيلي صرف، فإن مرافق زد يساوي إلى ناقص زد. خواص مرافق عدد مركب: هناك خواص متعلقة بمرافق العدد المركب. الخاصية الأولى خاصية الجمع: عندما يكون لدينا زد واحد زائد زد اثنين مرافق، فإن يساوي إلى مرافق زد أول زائد مرافق زد اثنين. الخاصية الثانية خاصية الطرح: عندما يكون لدينا زد واحد ناقص زد اثنين كاع بار، فإنه يساوي إلى زد واحد بار ناقص زد اثنين بار. الخاصية الثالثة خاصية الجداء: عندما يكون لدينا زد واحد في زد اثنين مرافق، فإنه يساوي إلى مرافق زد واحد في مرافق زد اثنين. الخاصية الأربعة خاصية القسمة: عندما يكون لدينا زد واحد على زد اثنين مرافق، فإنه يساوي إلى مرافق زد واحد على مرافق زد اثنين. الخاصية الخامسة: عندما يكون لدينا زد أس أن مرافق، فإنه يساوي إلى زد مرافق جا أس أن. الخاصية السادسة: عندما يكون لدينا مرافق المرافق يصبح زد. هذا فيما يخص خواص خواص مرافق عدد مركب. تطبيق: اكتب كلا من الأعداد التالية على الشكل الجبري. لدينا زد واحد يساوي إلى 2 زائد 3 إي أس 2، زد 2 يساوي إلى جذر 3 ناقص إي على 1 ناقص إي، عبارة عن عدد ناطق. زد 3 يساوي إلى 3 ناقص إي في 1 زائد 2 إي. الحل: فيما يخص العدد زد واحد، زد واحد يساوي إلى 2 زائد 3 إي، هذه عبارة عن متطابقة شهيرة من النوع الأول. إذن من الشكل أ زائد ب أس 2 فتساوي إلى أ أس 2 أي 2 أس 2 زائد ب أس 2 أي زائد 3 إي أس 2 زائد 2 تاع القانون، 2 في أ في ب أي 2 في 2 في 3 إي. ثم نقوم بالحساب والتبسيط كالآتي: 2 أس 2 يساوي إلى 4، 3 إي أس 2 تساوي إلى 9 إي مربع زائد 2 في 2 4، 4 في 3 12 إي، حيث أن إي مربع يساوي ناقص 1، أي يصبح لدينا 4 ناقص 9 زائد 12 إي. إذن 4 ناقص 9 تساوي ناقص 5 زائد 12 إي. إذن العدد زائد 1 الشكل الجبري له هو ناقص 5 زائد 12 إي، أي الجزء الحقيقي زد واحد يساوي ناقص 5، أما الجزء التخيلي له يساوي إلى 12، أي إيماجينا زد واحد يساوي إلى 12. فيما يخص العدد زد 2، زد 2 يساوي إلى ماذا؟ جذر 3 ناقص إي على 1 ناقص إي. بالملاحظة أن هذا العدد عدد ناطق، وللانتقال من العدد الناطق إلى شكل جبري نقوم بضرب هذا العدد الناطق في مرافق المقام. المقام هنا كم؟ 1 ناقص إي. إذن كم مرافقه؟ هو 1 زائد إي. إذن العدد جذر 3 ناقص إي على 1 ناقص إي نقوم بضربه في 1 زائد إي وتقسيم 1 زائد إي، فنتحصل على جداء كسرين، البسط على مقام في البسط على مقام. إذن البسط في البسط والمقام في المقام حسب خواص جداء الكسور. ثم نقوم بالنشر والتبسيط. إذن جذر 3 في إي في 1 يساوي إلى جذر 3، جذر 3 في إي تساوي إلى جذر إي جذر 3، ناقص 1 في ناقص إي في 1 يساوي إلى ناقص إي، ناقص إي في إي تساوي إلى ناقص إي مربع، حيث إي مربع يساوي إلى ناقص 1، فيصبح لدينا جذر 3 زائد إي جذر 3 ناقص 1، إي مربع تساوي ناقص 1، في ناقص العبارة تصبح زائد 1. ثم نقوم بالتبسيط، نجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، فيصبح لدينا
زائد واحد يساوي إلى جذر 3 زائد واحد اللي هو الجزء الحقيقي زائد إي نفتح قوس جذر 3 ناقص واحد على 2، ثم نقوم بالفصل فصل الكسر، فيصبح لدينا زائد 2 يساوي إلى جذر 3 زائد واحد على 2 الذي يمثل الجزء الحقيقي زائد إي جذر 3 ناقص 1 على 2 الذي يمثل الجزء التخيلي للعدد المركب زائد 2. فيما يخص العدد زائد 3 عبارة عن جداء عددين مركبين، نقوم بالنشر ثم التبسيط بسهولة. لدينا 3 ناقص اي في 1 زائد 2 اي، إذا 3 في 1 يساوي إلى 3، 3 في 2 اي يساوي إلى 6 اي، ناقص اي في 1 يساوي إلى ناقص اي، ناقص اي في 2 اي يساوي إلى ناقص اي مربع، مع العلم اي مربع يساوي ناقص 1، إذا يصبح لدينا 3 زائد 6 اي ناقص 2 زائد 2 على، لأن اي مربع هو ناقص 1، ناقص 1 في ناقص 2 تساوي 2. إذن ثم نقوم بجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، أي 3 زائد 2 يساوي إلى 5، 6 إي ناقص إي يساوي إلى زائد 5 إي، إذن العدد زائد 3 يساوي 5 زائد 5 إي، الشكل الجبري لعدد زائد 3 هو 5 زائد 5 إي، إذن الجزء الحقيقي لزائد 3 هو 5، أما الجزء التخيلي للعدد المركب زائد 3 يساوي 5، أي إيماجين الزاد يساوي إلى 5. ثالثا طويلة وعمدة عدد مركب زاد. إذا كان لدينا زاد يساوي إلى X زائد Y، فإن طاولة زاد تعطى بالقانون التالي، طاولة زاد تساوي إلى R وتساوي إلى جذر الحقيقي أس 2 أي X أس 2 زائد التخيلي أس 2 أي Y أس 2. أما فيما يخص عمدة زاد فإن تعطى بالقانون التالي، عمدة زاد أي argument زاد لدينا cos theta يساوي إلى الحقيقي على الطاولة، أما سينوس الزاوية سينوس theta تساوي إلى التخيلي على الطاولة. وللفهم أكثر نأخذ أمثلة تالية. فيما يخص هذا الجدول وهذه الدائرة المثلثية نستعين بها لاستخراج عمدة العدد زاد. فمثلا إذا كان لدينا سينوس تيتا يساوي إلى مثال جذر 3 على 2 وكوس تيتا تساوي نصف، فإن الزاوية فيها 3، بالإضافة إلى الدائرة المثلثية لمعرفة موقع الزاوية، فإذا كان سينوس الزاوية وكوس الزاوية موجب تقع في الربع الأول أي الزاوية تيتا، أما إذا كان سينوس الزاوية موجب وكوس الزاوية سالب تقع في الربع الثاني أي بي ناقص تيتا، أما إذا كان سينوس الزاوية سالب أصغر من الصفر وكوس الزاوية سالب أصغر من الصفر فتقع في الربع الثالث أي الزاوية بي زائد تيتا، أما إذا كان سينوس الزاوية أصغر من الصفر أي سالب وكوس تيتا موجب أكبر من الصفر فإن الزاوية ناقص تيتا. وللفهم أكثر نأخذ الأمثلة التالية. مثال رقم 1، زد 1 يساوي إلى 1 زائد جذر 3 إي. بالملاحظة الجزء الحقيقي تاع زد يساوي 1 أي إكس يساوي 1، أما التخيلي يساوي إلى جذر 3، ومنه طاولة زد 1 تعطى بالقانون التالي، طاولة زد 1 تساوي إلى جذر إكس مربع أي الحقيقي أس 2 زائد التخيلي أس 2 أي جذر 3 أس 2 وتصبح تساوي إلى 1 أس 2 زائد جذر 3 أس 2. ثم نقوم بالحساب والتبسيط، 1 أس 2 يساوي إلى 1، جذر 3 أس 2 يساوي 3، 1 زائد 3 هو جذر 4 ويساوي 2، ومنه طاولة زد 1 تساوي إلى 2. أما فيما يخص عمدة زد 1 فإن نطبق القانون التالي، أرقم زد 1 تساوي كوس تيتا يساوي الحقيقي اللي هو 1 على الطاولة اللي هي 2، أما فيما يخص سينوس تيتا تساوي إيغريك اللي هو التخيلي أي جذر 3 على الطاولة كم 2. بالاستعانة بالجدول السابق والدائرة المثلثية، الزاوية التي كوس تاعها يساوي إلى نصف وسينوس تاعها تساوي إلى جذر 3 على 2 هي الزاوية بي 3،
ولدينا قوس موجب وسينوس سالب تقع في الضبع الأول. إذن الزاوية تيتا أي بي ثلاثة زائد 2 كابي. إذن العدد زد واحد طاولته تساوي إلى 2، أما عمدته تساوي إلى بي ثلاثة زائد 2 كابي. هذا فيما يخص طاولة وعمدة العدد زد واحد. مثال 2، زد 2 يساوي إلى ناقص 2 زائد 2 إي. بالملاحظة الجزء الحقيقي لزد 2 يساوي إلى ناقص 2، أما الجزء التخيلي لزد 2 يساوي إلى 2. ومنه طاولة زد 2 حسب القانون تساوي إلى الحقيقي أس 2 أي ناقص 2 أس 2 زائد التخيلي أس 2 أي 2 أس 2. ثم نقوم بالحساب والتبسيط. ناقص 2 أس 2 يساوي إلى 4، 2 أس 2 يساوي 4. نقوم بجمع العددين تساوي جدة 8، ثم نبسط الجدة فنحصل على 2 جدة 2. ومنه طاولة Z2 تساوي إلى 2 جدة 2. أما فيما يخص عمدة ألغيمو Z2 حسب القانون كوس تيتا يساوي إلى الحقيقي أي ناقص 2 على الطاولة 2 جدة 2. ثم نقوم بالاختزال فنتحصل على ناقص 1 على جدة 2. ثم نقوم بضرب هذا الكسر في مرافق المقام أي في جدة 2 على جدة 2، فنتحصل على ناقص جدة 2 على 2 أي كوس سالب. أما فيما يخص سينوس الزاوية، سينوس تيتا تساوي إلى إيكغيك على الطاولة أي 2 على 2 جدة 2. ثم نقوم بالاختزال فنتحصل على 1 جدة 2. نقوم بضرب هذا الكسر في مرافق المقام في جدة 2 على 2، فنتحصل على سينوس تيتا يساوي إلى جدة 2 على 2 أي موجب. إذن الزاوية التي كوس تاعها يساوي إلى جدة 2 على 2 وسينوس تاعها يساوي جدة 2 هي الزاوية بي على 4، بالإضافة إلى ماذا؟ كوس تاعها سالب أصغر من الصفر وسينوس موجب تقع في الربع الثاني أي بي ناقص بي على 4. بي ناقص بي على 4 وتساوي شحال؟ 3 بي على 4 زائد 2 كابي. إذن العدد زائد 2 طاولته 2 جدة 2 وعمدته كم تساوي؟ 3 بي على 4. المثال 3، زائد 3 تساوي ناقص 2 إي. بالملاحظة طاولة زائد في هذه الحالة الحقيقي يساوي إلى 0، أما التخيلي يساوي ناقص 2. ومنه طاولة زائد 3 حسب القانون تساوي إلى الحقيقي أس 2 أي 0 أس 2 زائد التخيلي أس 2 أي تساوي إلى زائد بين قوسين ناقص 2 أس 4 ناقص 2 أس 2. ثم نقوم بالجمع فنحصل جدة 4 ويساوي 2. أما إذن طاولة زائد 3 تساوي كم؟ 2. أما فيما يخص عمدة زائد 3 نطبق القانون التالي. لدينا كوس تيتا يساوي إلى الحقيقي أي يساوي إلى 0 على 2، 0 على 2 تساوي إلى 0. أما سينوس تيتا كم تساوي؟ التخيلي كم تخيلي؟ ناقص 2 على الطاولة إلى 2، كم نجد؟ ناقص 1. بالاستعانة بالجدول السابق فالزاوية التي كوس تاعها يساوي إلى 0 وسينوس تاعها يساوي ناقص 1 هي الزاوية ناقص بي على 2 زائد 2 كابي. خواص الطاولة والعمدة. هناك خواص متعلقة بالطاولة وهناك خواص متعلقة بالعمدة. أولا خواص الطاولة، لدينا الخاصية الجدة. طاولة زد واحد في زد 2 هي طاولة زد واحد في طاولة زد 2. خاصية ثانية خاصية القسمة، طاولة زد واحد على زد 2 هي طاولة زد واحد على طاولة زد 2. الخاصية ثلاثة، طاولة زد أس أن هي طاولة زد جا أس أن، خاصية الأس. أما فيما يخص خواص العمدة، لدينا عمدة زد واحد في زد 2 تساوي إلى عمدة زد واحد زائد عمدة زد 2. خاصية الجدة. الخاصية الثانية خاصية القسمة، عمدة زد واحد على زد 2 هي عمدة زد واحد ناقص عمدة زد 2. الخاصية الثالثة، عمدة زد أس أن تساوي إلى أن في عمدة زد. النقطة اللي بعد هي الشكل الأسي للعدد مركب.
الشكل الأسي للعدد المركب زاد زاد يساوي إلى R X بو إي تيتا، حيث R يمثل طاولة العدد زاد، أما تيتا تمثل عمدة زاد. وللفهم أكثر نأخذ المثال التالي: زاد يساوي إلى 1 ناقص إي جذر 3. بالملاحظة الجزء الحقيقي لزاد يساوي 1، أي X يساوي 1، أما الجزء التخيلي يساوي إلى ناقص جذر 3، أي Y كم تساوي ناقص جذر 3. ولكتابة الشكل الأسي لعدد مركب نقوم أولا بحساب طاولة العدد المركب، أي تساوي إلى جذر X مربع زائد Y مربع، أي تساوي 1 أس 2 اللي هو الحقيقي زائد التخيلي اللي هو ناقص جذر 3 أس 2. ثم نقوم بالحساب والتبسيط فنتحصل كم، الطاولة تساوي إلى 2. أما فيما يخص عمدة زاد نطبق القانون التالي: أرقيمو زاد كوس تيتا هي الحقيقي على الطاولة، أي 1 على 2، أما سينوس تيتا تساوي التخيلي على الطاولة تساوي إلى ناقص جذر 3 2. الشكل المثلثي للعدد المركب زاد هو كما يلي: زاد يساوي إلى R قوس كوس تيتا زائد إي سينوس تيتا، حيث R يمثل طاولة زاد بينما تيتا تمثل عمدة زاد. حسب المثال السابق لدينا طاولة زاد تساوي 2 وعمدة زاد تساوي ناقص 3، وعليه يكون الشكل المثلثي للعدد مركب زاد زاد يساوي 2 في كوس ناقص بي 3 زائد اي سينوس ناقص بي 3، العمدة ناقص بي 3 والطاولة 2. تطبيقات فيما يخص الخواص التي رأيناها سابقا: التطبيق الأول ليكن زاد يساوي إلى 4 زائد 4 اي على 1 ناقص اي جذر 3. السؤال رقم 1: اكتب زاد على الشكل الجبري. سؤال 2: اكتب زاد على الشكل المثلثي. سؤال 3: اكتب على الشكل المثلثي كل من زاد 1 على زاد وزاد أس 2009. الحل: فيما يخص السؤال رقم 1 كتابة زاد على الشكل الجبري، بالملاحظة أن زاد كم يساوي 4 زائد 4 اي على 1 ناقص اي جذر 3، فنقوم بضرب الكسر في مرافق المقام. كم هنا المقام؟ 1 ناقص اي جذر 3، إذن كم مرافقه؟ هو 1 زائد اي جذر 3، إذن الكسر 4 زائد 4 اي على 1 ناقص اي جذر 3 نقوم بضربه في مرافق المقام في 1 زائد اي جذر 3 على تقسيم 1 اي جذر 3، فنتحصل على جداء كسرين، إذن البص في البص والمقام في المقام، فيصبح لدينا 4 في 1 يساوي 4، 4 في اي جذر 3 هي 4 جذر 3، 4 اي في 1 تساوي الى 4 اي، 4 اي في اي جذر 3 جذر 3 تساوي كم؟ زائد اي مربع 4 جذر 3، حيث ان اي مربع كم يساوي ناقص 1، فيصبح لدينا 4 ناقص 4 جذر 3 الحقيقي، زائد هنا لدينا اي عامل مشترك، نخرج اي عامل مشترك كم يصبح لدينا 4 جذر 3 زائد 4. ثم نقوم بالفصل بين الحقيقي والتخيلي، فيصبح لدينا زاد كم يساوي 4 ناقص 4 جذر 3 على 4 زائد اي 4 جذر 3 زائد 4 على 4. بالملاحظة هنا 4 عامل مشترك، فنخرج عامل مشترك، يبقى 4 نفتح قوس 1 ناقص جذر 3 على 4، نقوم بالاختزال فيصبح لدينا 1 ناقص جذر 3 الحقيقي، والتخيلي كم يساوي جذر 3 زائد 1. إذن الشكل الجبري للعدد المركب زاد هو 1 ناقص جذر 3 الذي يمثل الجزء الحقيقي زائد اي نفتح قوس جذر 3 زائد 1 الذي يمثل الجزء التخيلي. هذا فيما يخص كتابة زاد على الشكل الجبري. سؤال 2: كتابة زاد على الشكل المثلثي. لكتابة زاد على الشكل المثلثي يجب أولا أن نقوم بحساب الطاولة والعمدة. بالملاحظة لدينا زاد كم يساوي 4 زائد 4 اي على 1 ناقص جذر 3، إذن طاولة زاد هي طاولة 4 زائد 4 اي على 1 ناقص جذر 3. حسب خواص طاولة هي طاولة البسط، أي طاولة 4 زائد 4 اي على طاولة المقام 1
ناقص اي جذر 3. فنطبق القانون على طاولة البسط ونطبق القانون على طاولة المقام، تصبح لدينا جذر الحقيقي أس 4 أس 2 زائد التخيلي أس 4 أس 2. أما فيما يخص المقام تساوي إلى طاولة 1 أس 2 زائد طاولة ناقص جذر 3 أس 2. ثم نقوم بالحساب، 4 أس 2 16، 4 أس 2 16، 16 زائد 16 تخرجنا 32 جذر 32، وفي المقام تخرجنا 1 زائد 3 جذر 4. جذر 32 وشنو هي؟ هي 4 جذر 2 على 2. ثم نقوم بالاختزال فنتحصل على أن طاولة زاد تساوي كم؟ تساوي إلى 2 جذر 2. أما فيما يخص العمدة نطبق قانون العمدة، عمدة قسمة قسطين، وشنو هي؟ لدينا عمدة 4 زائد 4 اي على 1 ناقص جذر 3 كم تساوي؟ هي طاولة البسط ناقص طاولة المقام. ثم نقوم بكل عمدة على حدة، نقوم بحساب عمدة 4 زائد 4 اي كم تساوي؟ كوس ثيتا يساوي إلى الحقيقي على الطاولة، وش يساوي سينوس الزاوية؟ التخيل على الطاولة. فنتحصل على ماذا؟ 4 على 2 جذر 2، نقوم بالاختزال يصبح لدينا 2 على جذر 2. نقوم بضرب الكسر التالي في مرافق المقام فنتحصل على أن كوس ثيتا كم يساوي إلى جذر 2 على 2. أما فيما يخص سينوس الزاوية، سينوس ثيتا تساوي إيكغيك اللي هي 4 تقسيم طاولة 2 جذر 2، نقوم بالاختزال يصبح لدينا 2 على جذر 2. ثم نقوم بضرب الكسر التالي في مرافق المقام في جذر 2 على 2 فنتحصل على أن سينوس ثيتا يساوي إلى جذر 2 على 2. بالاستعانة بالجدول السابق والدائرة المثلثية، الزاوية التي كوس تاعها يساوي إلى جذر 2 على 2 ويكون موجب، وسينوس الزاوية تاعها يساوي إلى جذر 2 على 2 ويكون موجب، تكون الزاوية بي على 4 زائد 2 كابي. هذا فيما يخص عمدة 4 زائد 4 أي أرغيمو 4 بلس 4 كم تساوي بي على 4 زائد 2 كابي. أما فيما يخص عمدة 1 ناقص جذر 3 أي، حسب القانون كوس ثيتا يساوي الحقيقي أي 1 على الطاولة لدينا وجدناها 2، و سينوس الزاوية تساوي إلى إيكغيك اللي هي ناقص جذر 3 على 2. بالاستعانة بالجدول السابق والدائرة المثلثية نجد الزاوية كم تساوي؟ ناقص بي على 3 زائد 2 كابي، وعليه عمدة زاد هي بي على 4 عمدة البسط ناقص القانون عمدة المقام، ناقص في الناقص تصبح زائد، تصبح بي على 4 زائد بي على 3. نقوم بتوحيد المقام فنجد أن الزاوية عمدة أرغيمو زاد تساوي إلى 7 بي على 12، وعليه يكون الشكل المثلثي للعدد المركب زاد كما يلي: زاد يساوي إلى الطاولة 2 جذر 2 في قوس الزاوية أي قوس 7 بي على 12 زائد إي سينوس 7 بي على 12. السؤال بعده، كتابة على الشكل المثلثي كل من 1 على زاد وزاد أس 2009، نستعين بخواص الطاولة وخواص العمدة. إذن طاولة 1 على زاد هي طاولة 1 على طاولة زاد، طاولة 1 تساوي 1، طاولة زاد وجدناها سابقا 2 جذر 2، نقوم بضرب الكسر التالي في مرافق المقام في جذر 2 على جذر 2 فنتحصل أن طاولة 1 على زاد تساوي إلى جذر 2 على 4. أما فيما يخص عمدة 1 على زاد نطبق خواص العمدة تساوي إلى ناقص عمدة زاد أي ناقص 7 على 12، وعليه يكون الشكل المثلثي للعدد 1 على زاد هي الطاولة جذر 2 على 4 في عمدة كوس ناقص 7 على 12 زائد إي التخيلي سينوس ناقص 7 على 12. هذا فيما يخص الشكل المثلثي للعدد المركب 1 على زاد. بتطبيق خواص الطاولة والعمدة وجدنا شكله الجبري. فيما يخص العدد زاد أس 2009، نطبق خواص الطاولة وخواص العمدة أيضا. طاولة زاد أس 2009 هي طاولة 2 جذر 2 أس 2009، حسب خواص الطاولة تساوي إلى طاولة 2 جذر 2 أس 2009. ثم نقوم بتوزيع الأس على 2 وعلى جذر 2، ثم نقوم بتبسيط الحساب فنجد أن طاولة زاد أس 2009 تساوي إلى طاولة تساوي إلى 2 أس 2013 في جذر 2. أما فيما يخص العمدة فكما يلي: أرغيمو زاد أس 2009 تساوي إلى حسب خواص العمدة 2009 في أرغيمو زاد، أرغيمو زاد وجدناها سابقا كما وجدناها 7 بي على 12، نقوم بضرب 2009 في 7 بي فوجدنا كم؟
14063 بي على 12. نقوم بتبسيط الزاوية التالية 14063 بي كم تساوي؟ هي نفسها 14064 بي ناقص بي على 12 هكذا. ثم نقوم بقسمة 14064 بي على 12 وجدناها 1172 بي ناقص بي على 12. ولدينا قاعدة فيما يخص الزاوية، بما أن هنا عدد زوجي من بي معناه صفر، أي صفر ناقص بي على 12 تساوي إلى ناقص بي على 12، وعليه طاولة زاد أس 2009 تساوي إلى 2 أس 2013 جذر 2، وعمدة زاد أس 2009 تساوي كم؟ ناقص بي على 12، وعليه يكون الشكل المثلثي للعدد المركب زاد أس 2009 كما يلي: الطاولة 2 أس 2013 في جذر 2 في كوس ناقص بي على 12 زائد التخيل سينوس ناقص بي على 12. هذا فيما يخص التطبيق رقم 1. التطبيق 2، نعتبر الأعداد المركبة التالية: زاد 1 يساوي إلى جذر 6 ناقص إي جذر 2 على 2، العدد زاد 2 يساوي إلى 1 ناقص إي، العدد زاد 3 يساوي إلى زاد 1 تقسيم زاد 2. أول سؤال: أكتب على الشكل الأسي كل من الأعداد زاد 1 زاد 2 وزاد 3. السؤال 2: عين على الشكل الجبري العدد المركب زد أس 3. السؤال 3: استنتج القيمة المضبوطة لكل من كوس بي على 12 وسينوس بي على 12. الحل: فيما يخص العدد كتابة الشكل الأسي كل من الأعداد التالية زد أ زد 2 زد 3. لكتابة الشكل الأسي لأي عدد مركب يجب أولا أن نقوم بحساب الطاولة والعمدة. أولا فيما يخص العدد زد 1، زد 1 كم يساوي؟ جذر 6 ناقص إي جذر 2 على 2. إذن طاولة زد 1 تساوي إلى طاولة جذر 6 ناقص إي جذر 2 على 2. إذن تصبح حسب القانون هي الحقيقي أس 2 أي جذر 6 على 2 أس 2 زائد التخيلي أي ناقص جذر 2 على 2 أس 2. ثم نقوم بالحساب والتبسيط: جذر 6 على 2 أس 2 تساوي إلى 6 على 4، ناقص جذر 2 على 2 أس 2 تساوي شحال؟ 2 على 4. ثم نقوم بالتبسيط: 6 زائد 2 8 على 4 تساوي إلى جذر 2. هذا فيما يخص طاولة زد 1 كم تساوي؟ تساوي إلى جذر 2. أما فيما يخص عمدة زد 1 نطبق القانون التالي: لدينا كوس ثيتا يساوي الحقيقة على الطاولة، الحقيقي تساوي إلى جذر 6 على 2 على الطاولة وجدناها سابقا جذر 2. ثم نقوم بالتبسيط فنجد أن كوس ثيتا يساوي إلى جذر 3 على 2. أما فيما يخص سينوس ثيتا يساوي التخيل على الطاولة، التخيل لدينا كم؟ ناقص جذر 2 على 2، الطاولة وجدناها سابقا جذر 2. ثم نقوم بالتبسيط فنجد أن سينوس ثيتا تساوي إلى ناقص نصف. بالاستعانة بالجدول السابق والدائرة المثلثية نجد أن الزاوية ثيتا تساوي ناقص 6 زائد 2 كابي، وعليه الشكل الأسي للعدد المركب زاد هو الطاولة جذر 2 في إكسبو ناقص إي بي على 6. جذر 2 تمثل الطاولة، أما الزاوية ناقص بي على 6 تمثل عمدة زاد 1. هذا فيما يخص الشكل الأسي للعدد زاد 1. فيما يخص زاد 2، طاولة زاد 2 تساوي إلى طاولة 1 ناقص إي، الحقيقي 1 والتخيلي ناقص 1 تساوي حسب القانون جذر الحقيقي أس 2 أي 1 أس 2 زائد التخيلي أس 2 أي ناقص 1 أس 2. ثم نقوم بالجمع والتبسيط: 1 أس 2 يساوي إلى 1 ناقص 1 أس 2 يساوي إلى 1، 1 زائد 1 تساوي 2 جذر 2. إذن طاولة زاد 2 كم تساوي؟ جذر 2. أما فيما يخص عمدة زاد 2 نطبق القانون التالي: كوس ثيتا يساوي الحقيقي على الطاولة أي 1 على جذر 2. ثم نقوم بضرب الكسر التالي في منافق المقام في جذر 2 على 2، فنتحصل أن كوس ثيتا يساوي إلى جذر 2 على 2. أما فيما يخص سينوس ثيتا يساوي التخيلي أي ناقص 1 على الطاولة جذر 2. ثم نقوم بضرب الكسر التالي في منافق المقام في جذر 2، فنتحصل على أن سينوس ثيتا يساوي إلى ناقص جذر 2 على 2. بالاستعانة بالجدول السابق والدائرة المثلثية نجد أن
عمدة زائد 2 تساوي ناقص بي على 4 زائد 2 كابي. وعليه يكون الشكل الأسي للعدد المركب زائد 2 يساوي إلى جذر 2 إكس بو ناقص إي بي على 4. إذن أما فيما يخص العدد زائد 3 يساوي إلى زائد 1 على زائد 2، وعليه تكون طاولة زائد 3 هي طاولة زد واحد على زد 2 حسب خواص طاولة هي طاولة البسط، أي طاولة زد واحد تقسيم طاولة زد 2. طاولة زد واحد وجدناها سابقا جذر 2، أما طاولة زد 2 لقيناها أيضا جذر 2، وعليه تكون طاولة زد 3 تساوي إلى جذر 2 على جذر 2 ويساوي إلى 1. أما فيما يخص العمدة، عمدة زد 3 تساوي إلى عمدة زد 1 على زد 2 حسب خواص العمدة، هي عمدة البسط ناقص على القانون عمدة المقام، أي عمدة ألغيمو زد أ ناقص ألغيمو زد 2. وجدنا سابقا أن عمدة زد 1 تساوي إلى ناقص بي على 6 ناقص على القانون، وجدنا وأيضا وجدنا عمدة زد 2 تساوي إلى ناقص بي على 4. نقوم بضرب ناقص في الناقص تخرج لنا الزائد، ثم نقوم بتوحيد المقامات. المقام الموحد بين 6 و 4 هو 12، وعليه ناقص بي على 6 زائد بي على 4 تساوي بي على 12. إذن يكون الشكل الأسي للعدد المركب زائد 3 بما أن الطاولة 1 والعمدة كم بي على 12، وعليه زائد 3 يساوي إلى 1 إكس بو إي بي على 12. السؤال 2، تعيين الشكل الجبري للعدد المركب زد 3. لدينا زد 3 يساوي كم؟ زد 1 على زد 3. نقوم ب زد 1 كم يساوي؟ جذر 6 على 2 ناقص اي جذر 2 على 2 تقسيم زد 2 1 ناقص اي. ثم نقوم بضرب الكسر الآتي في مرافق المقام، أي في 1 زائد اي تقسيم 1 زائد اي. ثم نقوم بضرب البسط في البسط والمقام في المقام، نقوم بالنشر والتبسيط، فنجد أن الشكل الجبري للعدد المركب زائد 3 يساوي الجزء الحقيقي هو جذر 6 زائد جذر 2 على 4 زائد جزء التخيلي كم هو جذر 6 ناقص جذر 2 على 4. هذا فيما يخص الشكل الجبري للعدد المركب زائد أس 3. السؤال 3، استنتاج القيمة المضبوطة لكل من كوس بي على 12 وسينوس بي على 12. في هذه الحالة لإيجاد القيمة المضبوطة لكوس بي على 12 وسينوس بي على 12، نقوم بالمطابقة بين الشكل الجبري للعدد زائد 3 مع شكله الأسي هكذا، ثم نقوم بتطبيق القانون. لدينا كوس الزاوية، كوس الزاوية كم تساوي؟ الحقيقي على الطاولة، لدينا حقيقي الحقيقي هو يساوي جذر 6 زائد جذر 2 على 4 تقسيم الطاولة، كم لدينا الطاولة؟ لدينا طاولة 1، إذن تصبح أن كوس بي على 12 تساوي إلى شحال؟ جذر 6 زائد جذر 2 على 4. أما فيما يخص سينوس بي على 12 تساوي التخيلي، تخيلي زد هو جذر 6 ناقص جذر 2 على 4 تقسيم طاولة، كم وجدنا طاولة زائد 3؟ 1، وعليه يكون سينوس بي على 12 تساوي إلى جذر 6 ناقص جذر 2 على 4. فيما يخص تطبيق الموالي، تطبيق موالي فيه ثلاث أجزاء. الجزء الأول بي لي زاد عبارة عن كتير حدود للمتغير المركب زاد، حيث أن بي لي زاد يساوي إلى زاد أس 3 ناقص 12 زاد أس 2 زائد 48 زاد ناقص 72. السؤال 1 ألف، تحقق أن العدد 6 هو جذرا لكثير حدود بي لي زاد. السؤال 1 ب، حدد العددين الحقيقيين ألفا وبيتا بحيث من أجل كل عدد مركب زاد لدينا بي لي زاد يساوي إلى زاد ناقص 6 في زد أس 2 زائد ألفا زاد زائد بيتا. السؤال بعد 1 جيم، حل في مجموعة الأعداد المركبة سي المعادلة بي لي زاد يساوي صفر. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني 2، المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس أو يو في، نعتبر نقاط A B C نقط من المستوي المركب لواحق على الترتيب. زد A يساوي 6، زد B يساوي 3 زائد إي جذر 3، زد C تساوي إلى 3 ناقص إي جذر 3. سؤال 2 ألف،
اكتب كلا من زد ا زد بي على الشكل الاسي. سؤال 2 با، اكتب العدد المركب نسبه زد ا ناقص زد بي على زد ا ناقص زد سي على الشكل الجبري ثم على الشكل الاسي. السؤال جيم، استنتج طبيعه المثلث ا بي سي. الجزء الثالث، ليكن اس التشابه المباشر الذي مركزه النقطة سي، نسبته جذر 3 وزاويته فعل 2. سؤال 3 ألف، جد الكتابة المركبة لتشابه أس. سؤال 3 ب، عين زد أ فتحة لاحقة النقطة أ فتحة صورة النقطة أ بالتشابه أس. سؤال جيم، بين أن النقاط أ ب أ فتحة على استقامية. نشرع في الحل على بركة الله. السؤال 1 ألف، تحقق أن العدد 6 هو جذرا لكثير حدود بي دي زاد. حتى يكون العدد 6 جذرا لبي دي زاد، إذا تحقق بي دي 6 يساوي 0، أي لدينا بي دي زاد كم يساوي زاد أس 3 ناقص 12 زاد أس 2 زائد 48 زاد ناقص 72. نقوم بحساب بي دي 6، أي نعوض زاد بي 6، فيصبح لدينا بي دي 6 كم يساوي 6 أس 3 ناقص 12 في 6 أس 2 زائد 48 في 6 ناقص 72. ثم نقوم بالحساب والتبسيط، 6 أس 3 تساوي 216، 12 في 36 تساوي ناقص 432، 48 في 6 تساوي كم؟ 288 ناقص 72. ثم نقوم بالجمع المجمع الموجب، أي 216 زائد 288 نجد 504 ناقص 432 ناقص 72، كم نجدها؟ ناقص 504. ثم بالحساب نجد أن 504 ناقص 504 يساوي 0. بما أن بي دي 6 يساوي 0، وشو الاستنتاج؟ أن العدد 6 عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جذرا لكثير الحدود بي دي زاد. السؤال 1 ب، إيجاد العددين الحقيقيين ألفا بيتا، بحيث من أجل كل عدد مركب زاد لدينا بي دي زاد يساوي زاد ناقص 6 في زاد أس 2 زائد ألفا زاد زائد بيتا. لإيجاد ألفا وبيتا نقوم بنشر عبارة بي دي زاد بي دي زاد، ثم نقوم بمطابقة مع العبارة الأولى. لدينا بي دي زاد كم يساوي زاد ناقص 6 في زاد أس 2 زائد ألفا زاد زائد بيتا. نقوم بالنشر عادي، زاد في زد أس 2 تساوي إلى زد أس 3، زد في ألفا زد هي ألفا زد أس 2، زد في بيتا هي بيتا زد، ناقص 6 في زد أس 2 ناقص 6 زد أس 2، ناقص 6 في ألفا زد ناقص 6 ألفا زد ناقص 6 بيتا. ثم نقوم بالتبسيط، نقوم بالتبسيط العبارة التالية، أي نجمع الحدود المشاركة، زد أس 3 يبقى على حاله، لدينا ألفا زد أس 2 ناقص 6 زد أس 2، نقوم باستخراج زد أس 2 كعامل مشترك، أي ألفا ناقص 6 في زد أس 2 زائد بيتا زائد بيتا زاد ناقص 6 ألفا زاد. نقوم باستخراج زاد كعامل مشترك، فيصبح لدينا بيتا ناقص 6 ألفا في زاد ناقص 6 بيتا. ثم نقوم بإجراء المطابقة بين هذه العبارة والعبارة الأولى، فيصبح لدينا بالمطابقة نجد أن ألفا ناقص 6 تساوي ناقص 12، بيتا ناقص 6 ألفا تساوي 42، ناقص 6 بيتا تساوي ناقص 72. بالمطابقة نجد 6 تساوي ناقص 12، 6 بيتا ناقص 6 ألفا تساوي 48، 6 ناقص بيتا ناقص 6 بيتا تساوي ناقص 72. ومن منهم لدينا ألفا ناقص 6 تساوي ناقص 12، إذن ألفا كم تساوي؟ ناقص 6. وجدنا قيمة ألفا، نقوم بتعويض ألفا هنا، تصبح لدينا بيتا ناقص 6 في ناقص 6، ناقص 6 في ناقص 6 تخرجنا كم؟ زائد 36. ثم نقوم بحل المعادلة التالية، يصبح لدينا بيتا كم تساوي 48 ناقص 36 كم تساوي 12، وعليه وجدنا ألفا تساوي ناقص 6 أي ناقص 6 زاد، وبيتا كم وجدناها 12. إذن عبارة بي دي زاد بعد إيجاد ألفا وبيتا كم تساوي زاد ناقص 6 في زاد أس 2 ناقص 6 زاد زائد 12. السؤال بعده، حل في مجموعة الأعداد المركبة سي المعادلة بي دي زد يساوي 0. نستعين بالعبارة الثانية، أي زد ناقص 6 في زد أس 2 ناقص 6 زد زائد 12 يساوي 0. لدينا جداء عاملين يساوي إلى 0، إما الأول يساوي 0 أي ومنه إما زد ناقص 6 يساوي 0 أو زد أس 2 ناقص 6 زد زائد 12 يساوي 0. فنقوم بحل هذه المعادلة، ثم هذه المعادلة، هذه عبارة عن معادلة من الدرجة الأولى، يتم حلها بطريقة بسيطة، المجاهيل من طرف،
والمعالي من طرف. أما هذه المعادلة فهي عبارة عن معادلة من الدرجة الثانية، نقوم بحلها عن طريق حساب المميز ديال طرف، فيكون الحل كما يلي. فيما يخص المعادلة رقم واحد، لدينا زد ناقص يساوي صفر، وعليه يكون زد صفر كم يساوي؟ 6. أما المعادلة الثانية زد أس 2 ناقص زد زائد 12 يساوي صفر، عبارة عن معادلة من الدرجة الثانية، نقوم بحلها عن طريق حساب المميز دلتا الذي يساوي إلى ب أس 2 ناقص 4 القانون في أ في سي. كم لدينا هنا ب؟ ناقص 6، أي ناقص أس 2 ناقص 4 القانون. كم لدينا أ؟ 1. كم لدينا سي؟ 12. وعليه يصبح لدينا ناقص أس 2 تساوي ناقص 30 ناقص 4 في 1 في 12 ناقص 140. 36 ناقص 140 تخرج لنا ناقص 12. في مجموعة الأعداد المركبة عندما يكون لدينا مميز سالب، هناك حلين، ليس في مجموعة الأعداد الحقيقية. ماذا نفعل؟ نقوم بجعل ناقص 1 اي مربع، فيصبح لدينا دلتا كم يساوي؟ 12 اي مربع. إذا جذر دلتا كم يساوي؟ إما زائد أو ناقص 2 جذر 3 اي. وعليه هناك حلين أو هناك حلان، هما ناقص بي اللي هو ناقص جذر دلتا على 2 أ، والحل الثاني ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ. بعد الحساب نجد الحلين كما يلي، زاد 1 يساوي إلى 3 ناقص 2 جذر 3 اي، والحل الثاني زاد 2 يساوي إلى 3 زائد 2 جذر 3 اي. إذا حلول المعادلة بي زد يساوي 0، هناك ثلاث حلول، الحل الأول زد 0 يساوي 6، الحل الآخر زد 1 يساوي إلى 3 ناقص 2 جذر 3 اي، أما الحل الآخر كم يساوي؟ 3 زائد 2 جذر 3 اي. السؤال 1-2 ألف، أكتب كلا من زد أ وزد بي على الشكل الأسي. فيما يخص كتابة الشكل الأسي، يجب أولا حساب الطاولة والعمدة. فيما يخص العدد زد أ، لدينا زد أ كم يساوي؟ 6. وعليه طاولة زد أ تساوي الحقيقي أس 2، أي 6 أس 2، هنا التخيلي معدوم أي 0 أس 2. كم يصبح لدينا؟ جذر 36 زائد 0 تساوي 6. هذا فيما يخص طاولة زد أ. أما فيما يخص العمدة، نطبق القانون العمدة، قوس ثيتا يساوي الحقيقي على الطاولة، أي 6 على 6 وتخرج لنا 1. أما سينوس الطاولة كم تساوي؟ سينوس الزاوية كم تساوي؟ التخيل على الطاولة، أي 0 على 6 تساوي 0. بالاستعانة بالجدول السابق والدائرة المثلثية، الزاوية التي قوس ثيتا يساوي إلى 1 وسينوس ثيتا 0 هي الزاوية 2 بي. وعليه يكون الشكل الأسي للعدد زد أ يساوي 6، اللي هي الطاولة في إكسبو 2 بي العمدة. بنفس الطريقة نقوم بكتابة الشكل الأسي للعدد زد بي. أولا حساب الطاولة للعدد زد بي حسب القانون تساوي الحقيقي أس 2، أي 3 أس 2 زائد جذر 3 أس 2، وتساوي كم؟ تساوي 2 جذر 3. أما فيما يخص العمدة، نطبق قانون العمدة، لدينا كوس ثيتا تساوي الحقيقة على الطاولة، حقيقي لدينا 3 جذر 3، أما التخيلي كم لدينا؟ 2 جذر 3. نقوم بضرب الكسر التالي في مرافق المقام في جذر 3 على 3، بعد الحساب والتبسيط نجد أن كم يساوي كوس ثيتا؟ جذر 3 على 2. أما فيما يخص عمدة زد بي حسب القانون هو التخيلي كم لدينا؟ جذر 3، والحقيقة الطاولة شحال؟ 2 جذر 3. نجد كم الزاوية؟ نصف. وعليه الزاوية التي كوس ثيتا يساوي إلى جذر 3 على 2 وسينوس ثيتا يساوي إلى نصف، بالاستعانة بالجدول السابق والدائرة المثلثية، نجد الزاوية كم؟ فعل 6 زائد 2 كابي. وعليه يكون الشكل الأسي للعدد المركب زد بي يساوي إلى 2 جذر 3 التي تمثل الطاولة في إكسبو إي فعل 6. سؤال 2 ب، كتابة العدد المركب زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد سي على الشكل الجبري ثم على الشكل الأسي. فيما يخص الشكل الجبري، لدينا زد النسبة زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد سي، نقوم بتعويض زد أ وزد أ بالشكل الجبري وزد بي وزد سي بالشكل الجبري، فيصبح لدينا 6 ناقص قوس 3 زائد إجزة 3، 6 ناقص قوس 3 ناقص إجزة 3. بعد النشر والتبسيط نجد أن زد أ ناقص زد بي
على زد ا ناقص زد سي تساوي كم؟ 3 ناقص اجزة 3 على 3 زائد اجزة 3. نقوم بضرب الكسر التالي في مرافق المقام، أي في 3 ناقص اجزة 3 تقسيم 3 ناقص اجزة 3، فنتحصل على ماذا؟ على جداء كسرين. نقوم بضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 3 في 3 تساوي 9، 3 في ناقص اجزة 3 تساوي ناقص اي 3 جذر 3، بعد ناقص اي جذر 3 في 3 تخرج كم تساوي؟ ناقص اي 3 جذر 3، بعد لدينا ناقص اي في ناقص اي جذر 3، ناقص اي في ناقص اي تخرج لنا زائد اي مربع بيقول ناقص 1، جذر 3 في جذر 3 تخرج لنا 3 تخرج لنا ناقص 3، وعليه يصبح لدينا 9 ناقص اي جذر ناقص اي 3 جذر 3 ناقص اي 3 جذر 3 ناقص 3. أما فيما يخص المقام لدينا 3 زائد اي جذر 3 في 3 ناقص اي جذر 3، عبارة عن متطابقة شهيرة من الشكل A زائد B في A ناقص B، تصبح لدينا A أس 2 ناقص B أس 2 أي ناقص اي جذر 3 أس 2. ثم نقوم بالتبسيط فتصبح لدينا 9 ناقص 3 الحقيقي مع الحقيقي، أي 9 ناقص 3 تساوي 6، والتخيلي مع التخيلي، ناقص اي 3 جذر 3 ناقص اي 3 جذر 3 تصبح لدينا ناقص اي 6 جذر 3 على 12. ثم نقوم بالفصل الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، تصبح لدينا 6 تقسيم 12 يساوي النصف ناقص 6 اي جذر 3 على 12 يساوي شحال؟ ناقص جذر 3 2. إذن الشكل الجبري للعدد المركب زد ا ناقص زد بي على زد ا ناقص زد سي كم يساوي؟ يساوي 1 على 2 ناقص اي ناقص جذر 3 على 2 في اي. أما إذن الشكل الجبري للعدد المركب زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد سي يساوي إلى 1 على 2 ناقص إي جذر 3 على 2. أما فيما يخص الشكل الأسي، أولا نقوم بحساب الطاولة وعمدة العدد زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد سي. بون، لدينا طاولة زد أ ناقص زد بي على زد ناقص زد سي هي طاولة نصف ناقص اي جذر 3، حسب القانون تساوي إلى الحقيقي أس 2 أي 1 على 2 أس 2 زائد التخيلي أس 2 أي زائد ناقص قوس ناقص جذر 3 2 أس 2. بعد الحساب والتبسيط نجد أن طاولة النسبة التالية تساوي إلى 1. أما فيما يخص العمدة، نطبق قانون العمدة، لدينا أن قوس الزاوية تساوي الحقيقي أي نصف على الطاولة، كم الطاولة؟ 1، نجدها نصف. أما سينوس الزاوية سينوس ثيتا تساوي التخيلي، كم تخيلي؟ ناقص جذر 3 2 على الطاولة، كم طاولة؟ 1، كم وجدنا؟ ناقص جذر 3 2. بالاستعانة بالجدول السابق والدائرة المثلثية نجد أن الزاوية كم تساوي؟ ناقص بها 3 زائد 2 كابي، وعليه طاولة النسبة زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد سي تساوي إلى 1، وعمدة النسبة زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد سي كم تساوي؟ ناقص بها 3، وعليه يكون الشكل الأسي للنسبة التالية زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد سي يساوي إلى 1 إكس بو ناقص إي بها 3. هذا فيما يخص السؤال 2 ب. فيما يخص السؤال 2 ج، استنتاج طبيعة المثلث ABC. نقوم باستنتاج طبيعة المثلث ABC بالاستعانة بالشكل الأسي للنسبة التالية زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد سي تساوي إلى 1 إكس بو ناقص إي بها 3. لدينا طاولة زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد سي تساوي إلى 1، وعليه حسب التفسير الهندسي الطاولة، طاولة زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص سي هي الطول بأ على سي أ يساوي 1، وعليه يكون بأ يساوي إلى سي أ. نقوم بجداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، أي بأ يساوي إلى سي أ. أما فيما يخص عمدة زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد سي كم تساوي؟ ناقص بها 3. لدينا عمدة النسبة زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد سي تساوي ناقص بها 3 زائد 2 كابي. معناه التفسير الهندسي للعمدة، معناه قيس الزاوية بين شعاع المقام سي أ وشعاع البسط يساوي ناقص بها 3. بما أن لدينا ضلعين متساويين وبينهما زاوية
ناقص بها 3 يكون المطابعة المثلث متقايس الأضلاع. الجزء الثالث أس التشابه المباشر الذي مركزه سي نسبته جذر 3 وزاويته بي على 2. السؤال 3 ألف إيجاد الكتابة المركبة للتشابه أس. لدينا القانون التالي زد فتحة يساوي أ زد زائد بي. بما أن أس تشابه فإن أ تمثل ك في كوس ثيتا زائد إي سينوس ثيتا، حيث ك تمثل نسبة التشابه وثيتا تمثل زاوية التشابه. نقوم بتطبيق العددي. أ يساوي لدينا نسبة تشابه جذر 3 في كوس زاوية تشابه بي على 2، أي جذر 3 في كوس بي على 2 زائد إي سينوس بي على 2، وتساوي كم جذر 3؟ لدينا كوس بي على 2 يساوي إلى 0، وسينوس بي على 2 يساوي إلى 1، تساوي إلى جذر 3 إي. إذن العدد أ يساوي إلى جذر 3 في إي. أما فيما يخص العدد بي نطبق القانون التالي، بي يساوي إلى 1 ناقص أ في زد سي، حيث زد سي هي لاحقة المركز. إذن بي تساوي 1، وجدنا أ تساوي إلى جذر 3 إي، أي 1 ناقص إي جذر 3 في لاحقة المركز، أي في 3 ناقص إي جذر 3. ثم نقوم بالنشر والتبسيط، لدينا 1 في 3 يساوي إلى 3، لدينا 1 في ناقص إي جذر 3 تخرجنا ناقص إي جذر 3، لدينا ناقص إي جذر 3 في 3 تخرج لدينا ناقص إي 3 جذر 3، بالإضافة إلى ناقص إي جذر 3 في ناقص إي جذر 3، ناقص إي في ناقص إي تخرجنا زائد إي مربع أي ناقص 1، وجذر 3 في جذر 3 تخرجنا لدينا 3. إذن يصبح لدينا 3 ناقص 3 معدوم، ناقص إي جذر 3 ناقص 3 إي جذر 3 تصبح ناقص إي ربع جذر 3. إذن العدد أ يساوي إلى جذر 3 إي، أما العدد بي يساوي إلى ناقص إي ربع جذر 3. وعليه تكون العبارة المركبة للتشابه أس زد فتحة يساوي إلى إي جذر 3 في زد ناقص 4 إي جذر 3. هذا فيما يخص السؤال 3 ألف. فيما يخص السؤال 3 ب، عين زد أ فتحة لاحقة النقطة أ فتحة صورة النقطة أ بالتشابه أس. كيف نعمل ذلك؟ نقوم بالتعويض في العبارة المركبة بتشابه أس. بما أن أفتح صورة النقطة أ بالتشابه أس، يكون لدينا أن لاحقة أفتح تساوي إلى إي جذر 3 في زد أ ناقص 4 إي جذر 3. ثم نقوم بتعويض لاحقة زد أ تساوي إلى 6، تخرجنا زد أفتح تساوي إلى جذر 3 في 6 ناقص 4 إي جذر 3. ثم نقوم بالجمع فيصبح لدينا أن زد أ فتحة تساوي إلى إي 2 جذر 3. السؤال الأخير 3 جيم، بين أن النقاط أ بي وأ فتحة على استقامية. حتى تكون النقاط أ بي وأ فتحة استقامية، يجب أن يكون العدد زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص أ فتحة عدد حقيقي. نقوم بحساب الشكل الجبري للعدد زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد أ فتحة. نقوم بالتعويض، لاحقة النقطة أ 6، لاحقة النقطة بي 3 زائد إي جذر 3، لاحقة النقطة أ في المقام تساوي 6، لاحقة النقطة أ فتحة زد أ فتحة قيناها إي جذر 3 إي. ثم نقوم بالنشر والتبسيط فيصبح لدينا أن زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد أ فتحة تساوي إلى 3 ناقص إي جذر 3 على 6 ناقص إي 2 جذر 3. نقوم بضرب الكسر التالي في مرافق المقام، أي في 6 زائد إي 2 جذر 3 على 6 زائد 2 جذر 3. ثم نقوم بالضرب البسط في البسط والمقام في المقام. بعد الحساب والتبسيط وجدنا أن الشكل الجبري للعدد زد أ ناقص زد بي على زد أ فتحة على زد أ ناقص زد أ فتحة تساوي إلى نصف. بما أن النسبة التالية زد أ ناقص زد بي على زد أ ناقص زد أ فتحة تساوي إلى عدد حقيقي، نستنتج أن النقاط أ بي وأ فتحة على استقامية. وأخيرا نشكركم على حسن المتابعة، وسنوفيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى في تمارين الأعداد المركبة، ويرجى منكم الاتصال على العناوين التالية.